وهلأ شو المطلوب؟ جود يا مان، رح يموتني. سمعني لما كنت عم احكي معك على الموبايل، قام عصب علي وما عاد شاف بعيونه وصار يعيط. على شوي كان رح يقتلني، بس انا ضربته بالمزهرية على راسه، وقع على الارض وما عاد عرفت شو بدي اعمل. هربت قبل ما اعرف اذا مات ولا لساته عايش. عن جد انا خايفة أنا شو جود. فيني أعمل لك؟ لا تدخليني بيناتكن. بس انت الشخص الوحيد اللي بقدر اثق فيه. للأسف جود القديم مات من لما ترك ألمانيا. انت لساتك موجود، ولو ما بتحبني ما كنت اتصلت فيني. ومستحيل حدا غيري يقعد بقلبك. عندك حق، اللي عملتيه معي لساته بقلبي موجود. عم تحكي هيك لأنك لساتك مزعوج من اللي عملته. ايه مزعوج كتير، لهيك لازم تختفي من حياتي وبسرعة. عمل فيني شو ما بدك، عاتبني وصرخ بوشي، بس بترجاك لا تتركني. جود جود، الله يخليك لا تدر لي ظهرك. أنا ندمانة، بترجاك سامحني. يا ترى لأي درجة رح تذلي حالك؟ جود بترجاك لا تروح. شو صار؟ خلصوا مصريات جوزك؟ وهلأ تذكرتي ترجعي لجود؟ لا مو هيك، كرمال الله اسمعني يا مان، إذا لقاني ما رح يتركني عايشة. الموت ما بيخوف كل هالقد، في أشياء أسوأ من الموت بكتير، إنك تتركي. جود لا تمشي. بكره المساء رح اجي اطلبك من ابوك. شو؟ انت جنيت ما هي؟ طبعا جنيت، وانتي بتحبيني لهالسبب اصلا، انا كلمتي ما بتنزل على الارض.